أنا بس أبي أعرف الحكمة من وراء زيادة عدد أعضاء اللجنة. صحيح يعني هاي حق أصيل لكل نائب أنه ينضم للجان بمختلف أشكاله، لكن أنا أعتقد أنه يعني العدد الحالي الموجود كافي. فشل يعني شنو المبرر الرئيسي؟ أنا أخشى أن زيادة العدد يأثر على النصاب، يأثر على أداء وكفاءة اللجنة.